السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة الفاضلي، باحث في سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للفنون والمهن، مؤطر في مجال السلامة والصحة والبيئة المهنية، حاصل على شواهد دولية من الجمعية الأمريكية لمحترفي السلامة المهنية، وأيضا على الشهادة الدولية نيبوش HSW، والشهادة الغنية عن التعريف لمهني السلامة وهي الأيوش ماناجينج سيفلي من المعهد البريطاني للسلامة والصحة. إذا اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي جد جد مهم اللي كيهم الباحثين الشباب، واللي هو كيفية اختيار المجلة المناسبة لنشر البحث، سواء مجلات يعني اللي كتقدر تبيبلي دول ما تخلص، أو لا المجلات لي open access يعني اللي خاصك تخلص عليها. دونك فأول حاجة بالنسبة لهذه القضية ديال open access، ما كتعنيش دائما أن المجلة راه ضعيفة، سيغتو في المجلات اللي مصنفة. مثلا المجلات اللي مصنفة كتخلص فقط من أجل أن البحث ديالك كيتنشر أكثر، وكيقدروا يوصلوا ليه بزاف ديال الناس في مختلف أرجاء العالم. يعني ماشي بالضرورة دائما راه بيجوراتيف في هذه القضية ديال أنه كيتخلص على البحث، غير هو أن هذه المجلات هذه كيكون الثمن مرتفع، كما غنوريكم دابا بعض الأمثلة، يعني غالبا تيكون فيت 20,000 درهم. وكاين مجلات بيان سيغ لي ضعيفة، واللي هي دي جورنو بريداتور، أو يعني مجلات مفترسة باللغة العربية. هذه المجلات هذه كيهمها فقط المال، يعني هي ليست أصلا بمجلات علمية، يعني كتنشر أي شيء وبأثمنة زاهدة اللي كتبدا من 2000 درهم لعشرين 30,000 درهم. إذا أول حاجة اللي خاص يعرفوا الباحثين الشباب هو أنه كاين مجموعة ديال لي باز دو دوني. لي باز دو دوني اللي معروفين بزاف كاين لا باز دو دوني سبرينجر، كاين لا باز دو دوني فرونسي أند تايلر هي ويلي، كاين لا باز دو دوني إلسيفير، داكو، وكاين إيدنز جورنال فاندر. بالنسبه لهاد الثلاثه هادو هما يعني الاكثر استعمالا، اللي هما سبرينجر وفرونسي ان تايلر ويلي والالسيفير. كاين بيان سيغ لي باز دو دوني اخرين كما ما نهضروش عليهم، دونك بحال الام دي بي اي، يعني باز دو دوني هادي كامله اوبن اكسس، داكوغ، دونك كامله بالفلوس. حنا دابا تنشوفو هنايا هاد لي باز دو دوني سبرينجر فرونسي ان تايلر والسيفير، هاد لي باز دو دوني هادو كتقدر سوا تخلص سواء غراتوي. تمام، نشوفوا على الطريقه كيفاش كان نلقاو الجورنال المناسب للبحث ديالي، على حساب كما قلنا واش انا بغيت اوبن اكسس ولا سبسكرايب يعني بلا ما نخلص، وعلى حساب لا كاليتي ديال البحث ديالي. يعني انا اللي كنجيجي لا كاليتي ديال البحث ديالي مقارنه بالبحوث المنشوره، وما تقارنش البحث ديالك مع بحث في 2004 وتقول انا البحث ديالي في 2004 البحث ديالي احسن من هذا البحث هذا، ومع ذلك ما كيقبلوش ليا المجلات. راحت 2004 هذيك، يعني خصك تقارن البحث ديالك بالبحوث اللي تنشرات في 2021 وفي 2022، يعني في البحث اللي يعني في هذه السنه هذه اللي غادي تنشر فيها نتايا. دونك ضروري تكون هذه القضيه سيفو بلي. دونك غادي نبداو ان شاء الله بلا باز دو دوني اي سيفير. عندهم هذا السيت هذا اللي هو جورنال فاندر، داكوغ، فوالا. اذا اول حاجه كتدخلها وهي عنوان البحث. انت هادشي بيان سور هاد السيت راه لي كونفيدونسييل، يعني كتدخلي العنوان ديال البحث ديالك. انا غادي نوريكم ان شاء الله واحد البحث اللي الحمد لله يلا تنشر دابا في هاد المجله كي 1، اللي هي انفايرمنتال نانو تكنولوجي مونيتورينغ اند مانجمنت، وزعما كاين ما خلص لي حتى شي حاجه غراتوي، والمده فاش تقبل ليا هي 4 ديال الاشهر. اذا هذا هو العنوان ديال البحث ديالي، فوالا، كتب هنايا كولي تخي بيان. من بعد الابستراكت ديالك يعني الملخص ديالك، الملخص خاص تكون داخل فيه واحد الكلمات اللي مفتاحية اللي تكون قوية، داكوغ، باش كي تقرا لك بزاف من بعد، وخا تنشر يعني كيتسيت بزاف، تيشوفو بزاف الباحثين. فوالا، هاي الابستراكت. شو ميكسكيز فوالا الابستراكت ديالي،
Très bien. Voilà. من بعد كتدخل الكيوردز يعني الكلمات المفتاحية اللي عندهم علاقة بالبحث ديالك. أنا مثلا land fill pollution la pollution dans les décharges par exemple land fill pollution. هنا لو بغيتي تزيد تدخل المجال ديال البحث ديالك داكوغ تزيد تأكد وتدخل المجال ديال البحث ديالك بالضبط داكوغ مثلا البحث في المجال البيئي environmental science فوالا وحتى في الانفايرمنتال كاين بزاف ديال لي سيكتور داكوغ تعاود تختار فايل واحد اخر تقدر تختار هنا بزاف ديال لي فايل من بعد فايند جورنالز هو غادي يبحث ليا على لي جورنال فوالا هنا كاين بعض الامور اللي كنقدر نتحكم فيهم وهو السايت سكور حيت مازال ان شاء الله نهضروا في فيديوهات مقبله على هذه القضيه هذه حيت بالنسبه للسكوبيوس ما كنهضروش على لامباكت فاكتور ولكن كنهضروا على السايت سكور حيت لامباكت فاكتور تاع الباز دو دوني واحده اخرى داكوغ اللي هي الويب اوف ساينس هذا تم بالاخطاء حيت في اغلبيه الجامعات كاين كيفرضوا سكوبيس ولا الويب اوف ساينس المعيار ديال الكلاسيفيكاسيون ديال لي جورنو في سكوبيس هو سايت سكور وفي الويب اوف ساينس هو امباكت فاكتور دونك هنا كتختار على حسب لا كاليتي يعني فاش بغيتي تبيبليي الجورنال ديالك من 0 حتى 10 واكثر يعني مثلا على حسب البحث ديالك انت فين بغيتي تبيبليي مثلا بغيتي تبيبليي في واحد الجورنال اللي يكون اقل من 3 حيت كيما قد ما كتزاد السايت سكور قد ما كتزاد لا كاليتي ديال الجورنال داكوغ هنا الفيرست تايم ديسيجن يعني الجورنال شحال كيجاوب ديال الوقت باش يعطيني فيرست ديسيجن ماشي باش يقبل ليا ايش يعطيني غير الراي الاولي واش غادي تمشي تصيفط ريفيوينغ ولا غادي ترفض الى اخره داكوغ هو الفيرست تايم ولا يعطيني لي رومان ديال لي ريفيورز تنشوفو ان شاء الله في مرات جايه هنا كتختار داكوغ ولا كتخليها عاديه هنا بغيتي بابليكيشن تايب يعني واش بغيتي اوبن اكسس ولا سبسكرايب يعني سبسكرايبشن ولا سبسكرايب يعني جراتويتو يعني هاد سبسكرايب يعني ما كتخلص حتى شي حاجه فقط كتعطي واحد الالتزام انك ما غاديش تنشر البحث ديالك في لي ريسو سوسيو غراتويتو فوالا كما تلاحظوا معايا دابا هنا هو طلع ليا لي جورنو داكوغ حيت انا هنايا ما قلتش لي بغيت اوبن اكسس ولا بغيت سبسكرايب بوحديتها خليتهم بجوج مكوشي الا مثلا ما بغيت نحيد اوبن اكسس هو غيحيد ليا كاع لي اوبن اكسس كو انا نخليه كلشي ولا انا بغيت غير بالفلوس غنحيد هادو ديال السبسكرايب او غادي يطلع كلشي كاع لي غيطلع لي غير لي جورنال فيهم الفلوس كو هاي بحال دابا هذا خلاه لان فيه الفلوس وفيه السبسكرايب اللي بغيتي فوالا دونك فوالا هو يبدا يطلع ليا لي جورنال ها هو طلع ليا نيت الجورنال اللي تقبل فيه البحث ديالي يعني هو اللي اقترح عليا هاد الجورنال بهاد الطريقه هي اللي استعملت وشفت هاد الجورنال هذا كتدخل كل جورنال كتقراه كتشوف الابحاث اللي فيه واش غادي تماشي مع البحث ديالك وفي نفس لاكاليتي يعني الا كانوا معاه في نفس لاكاليتي وماشيين معاه فهداك هو الجورنال اللي غادي تختار باش تبيبليي فيه كتشوف ايضا الاكسبتنس ريت يعني شحال كيقبل هاد الجورنال هذا يعني هاد الجورنال هذا اصل البحوث اللي كيترسلوا ليه تيقبل 20% داكوغ دونك هادي هي هادي هي لا ميثود هما لي جورنال الاخرين بحال دابا هنا هو طلع لي هذا فقط اوبن اكسس هذا غير بالفلوس فقط هذا حتى هو هذا اوبن اكسس يعني ما فيهمش الغراتوي هنا هي ساينس اوف توتال انفايرمنت هذا اوبن اكسس وبسبسكرايب فيه لي دو داكوغ دونك هو عطاني هنايا كاع لي جورنو اللي كاينين وانت كتختار انا مثلا غادي نمشيو مثلا نشوفو هذا وفي انفايرمنتال مانجمنت كتكليكي عليه هكا و فوالا ها البرايس ديالو 3590 دولار طالع الثمن ديالو هنا الا بغيتي تمشي للويب سايت ديالو كتمشي للويب سايت
فوالا كتمشي للويب سايت ديالهم، هاد المعلومات دائما ملي كتمشي للويب سايت حاول تمشي لهاد الجايد اوف اوترز مثلا، هذا هو الجورنال اللي اختاريتي انك غادي تصيفط ليه، كتمشي للجايد اوف اوترز ضروري، كل جورنال وعندو الجايد ديالو، هذا ضروري تقراه، يا اما كتقرا كل فقره بوحديتها يا اما كتيليشارجي هاد البي دي اف هذا في كلشي الامور، كيفاش خصك تبريزونتي لي طابلو ديالك، الارت ووركس، لي ريفيرونس، الا كنتي غادي تاجوتي دي فيديو داكوغ، الخط اللي غادي تكتب به داكوغ، الكي ووردز اللي غتستعمل، كيفاش خاص تكون الابستراكت، الهايلايتس اللي كنتي غتستعملهم داكوغ، هادي مهمة كل ضروري تنقراهم قبل ما نصيفط الجورنال سي فوبلي، حيت هادو تا هما بارمي لي كوز ديال لي غوفي. هادي بالنسبة الجورنال فاندر ديال إلسيفير، اي دومين غادي يعطيك الجورنال ديالك، هنا ايضا لو بغيتي حتى لامباكت فاكتور تا هو يعطيه لك، كتزيد ترافيني حتى بلامباكت فاكتور، وهنا التايم تو بوبليكيشن لي جورنال، يعني شحال من مني كتصيفط ليه حتى البوبليكاسيون تاعي الا بغيتي تعرف دكوغ، مثلا بغيت الجورنال اللي كيجاوبو في 25 اسبوع يكون تريفيزي ليا الارتيكل وتاكسبتا وكلشي، او ما كاينين هادو تقدروا اكسبتيو ليك. فوالا هذه فكرة، وبالمرة تايب تو بيبليكيشن يعني ما بين لاكسبتاسيون حتى البيبليكاسيون، هي كتكون يعني ها الارتيكل تاع اكسبتا شحال ديال الوقت باش كيتبيبلي داكوغ، دونك هذا بالنسبة لجورنال فندر. نشوفو الموقع الثاني واللي هو ديال سبرينجر، حتى هو بنفس الطريقة، إذا ما لقيتي حتى شي جورنال هنا في إلسيفير كتمشي لباز دو دوني سبرينجر، هي بنفس الطريقة جورنال ساجستر سبرينجر، سكرينيو هادي سكرينيوها ولا نحاول نخليها في الكومنتار حيت يوتيوب تيمسح لي ليان، شتي علاش؟ فوالا سبرينجر، فوالا هو بنفس الطريقة، كتكتب ليه تا هو التايتل هنا اللي عندك، رجعو لنفس الارتيكل، كوبي الابستراكت، مانيسكريبت تكست، انت دير ليه غير الابستراكت اللي عندك، كتعطيه العنوان ديال البحث ديالك، العنوان ديال البحث ديالك فوالا، وكتعطيه هنايا الدومين ديالك داكوغ باش كتسهل عليه، كتعطيه الدومين ديالك environment تخي بيان، من بعد هنا suggest صافي، هو غادي يختار علينا مجموعة ديال لي جورنو فوالا، هما لي جورنو كيما العادة كتدخل السيت ديال الجورنال كتشوف واش مناسب البحث ديالك، كتشوف فوالا هنا اوبن اكسس و سبسكرايب، هذا كيتسمى جورنال هبريد، هبريد ملي تسمع جورنال هبريد يعني كتقدر تبيبليه فيه بالفلوس ولا بلا فلوس، وغالبا هاد لي جورنو هادو كيكونوا دو كاليتي، يعني كتبيبليه بالفلوس ماشي حيت جورنال بريداتور، لكن لا حيت جورنال دو كاليتي خير باش كتزيد لامباك ديال لارتيكل ديالك، لارتيكل ديالك تيتقرا بزاف وكيطلع بزاف، هذا هو لافونتاج ديال هاد لا بيبليتي اوبن اكسس فهاد لي جورنال، اما البروسيدير كدوز عاديه ما كتخلصش في الاول حتى كيتاكسبتا ليك لارتيكل، عاد كتختار واش اوبن اكسس ولا سبسكرايب داكو، عكس لي جورنال بريداتور، بريداتور من الاول كتخلص، وبيان سور كاينين دي جورنال لي اوبن اكسس وماشي بريداتور، كاين بزاف ديال لي جورنال لي ماشي اوبن اكسس و بريداتور، يكفي اننا نقولو نيتشر، نيتشر راك تخلص فلوس فوالا. دونك هذا بالنسبة سبرينغ، كاين لا باز دو دوني تالتة واللي هي ديال فرونسي اند تايلر، غادي نشوفوها حتى هي فوالا تري بيان، فوالا حتى هي نفس عند الموقع ديالها فرونسي تايلر، حتى هي كدخل المانيسكريبت تايتل ديالك وش تدخل الابستراكت حتى هي نطبقوا عليها، نتمنوا الفيديو يتواتش بزاف، والمهم هو تكون الاستفادة، الصراحة ارتجلت يعني ما بريباريت لي ما حتى شي حاجة، فقط بغيت نوريكم لا ميثود باش تنخدم انا بيرسونيلمون فوالا.
فوالا وكندخل هنايا فايند. العملية ديال الاختيار ديال الجورنال ما سهلاش، تاخد بزاف ديال الوقت. هنا هو بدا كيعطيني لي جورنال، عطاني مثلا هذا واتر ريسورس سيز ريسيرش، هو اوبن اكسس اوبشنال يعني اوبسيونيل، يعني ماشي بالضروره تبيبليي غير اوبن اكسس اوبسيونيل ماشي اوبليغاتوار. لامباكت فاكتور ديالو فوالا، هو اختار عليا هنا لي جورنو لي مناسبين ليا الدومين ديالي. من بعد كيما اتفقنا كيمر هذا وكل جورنال كندخل ليه. هنا الا بغيت انا مثلا غير اوبن اكسس، نقول بغيت اوبن اكسس يس، او غيطلع ليا غير لي جورنو لي اوبن اكسس هادو كاملين دي جورنو اوبن اكسس فقط. يعني خصك تخلص بالفلوس وكتدخل السيت ديالهم وكتشوف شحال ديال الفلوس، يكون بيان سيغ واحد التخفيض على حساب لا زون. داكوغ، على حساب لا زون. جو بونس ان المغرب تيخلص النص تقريبا، داكوغ 50%. كاين بعض الدول اللي في افريقيا جنوب الصحراء واخا اوبن اكسس ما تيخلصو حتى شي حاجه. داكوغ، دونك كاينه واحد لا كارت كتبين لي زون من بعد ونبارطاجيها معاكم. دونك جيسبيغ ان الفكره تكون وصلات. فوالا، هادي هي لا ميثود اللي كنستعملو باش كتعرف تختار الجورنال المناسب للعمليه ديالك. كاينه ايضا لا باز دو دوني ام دي بي اي، ولكن هاد لا باز دو دوني ام دي بي اي بيونت تقريبا 15,000 درهم باش تنشر البحث ديالك. فاكو حتى هي بنفس الطريقه، حتى هو كتدخل الابستراكت ديالك وكتدخل العنوان ديال الارتيكل ديالك والكي ووردز وتي بروبوزي عليك لي جورنال. الام دي بي اي تقريبا اما بين ارسال ديال الارتيكل ديالك حتى انه يتقبل تقريبا شهر، شهر ونص، ماكسيموم شهرين، ولكن كتخلص. لي باز دو دوني اللي غالبا مزيانين وما فيهمش فلوس، كاينه سبرينغر وكاينه فرونسي ان تايلر ويلي وكاينه الاسيفير الغنيه عن التعريف. فوالا، دونك هذا هو الحساب ديالنا على جوجل على ريسيرش جيت. فوالا، حاولوا الاخوه اللي ما عندهمش هذا الحساب هذا يحاولوا انهم يكرييو مزيان ريسيرش جيت. فوالا، دوما الحمد لله لحد الساعه يعني في البالماريس ديالي عندي 4 ديال لي بيبليكاسيون. فوالا، دونك كاملين في كيو 1 كيو 2 في السيفير و في سبرينغر. فوالا، دونك بون كوراج للجميع، و سي فوز افي دي كيستيون نيزيتي با الي بوزي دون لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.